السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور أحمد علي العسكري، إن شاء الله هكون مع حضراتكم علشان أشرح لكم اللوكيميا. إن شاء الله هناخدها على محاضرتين، أكيوت لوكيميا محاضرة والكرونيك لوكيميا محاضرة. النهاردة بإذن الله هنبتدي بالأكيوت لوكيميا. زي ما إحنا كلنا عارفين إن كل البلد سيل إليمنتس بتتكون وبيحصل لها ديفرانشيشن في البون مارو، سواء وايت بلاد سيلز، ريد بلاد سيلز، او بليتلتس. بتبتدي من الستيم سيلز في البومارو، السيلز دي بيحصل لها ديفرنشيشن وبتبدا تكون ديفرنت سيل لاينز. كل سيلز بتاخد سكه لتكوين واحد من البلاد سيل اليمنتس، يعني في ريد سيل لاين اللي بيكون الريد بلاد سيلز، في وايت بلاد سيل لاينز اللي بيكون وايت بلاد سيلز، وفي البليتلت سيل لاين او الميوكاريوسيتيك سيل لاين. تمام، ده ايه بصفة عامة. اللوكيميا يعني ايه؟ يعني ده نيوبلازم او مالجنسي بيحصل في الوايت بلاد سيل لاين، الخلايا اللي هي مسؤولة عن تكوين الوايت بلاد سيلز. بيبدأ يحصل فيها uncontrolled abnormal proliferation، بيبدأ يحصل فيها نمو سريع جدا غير محسوب، بيؤدي الى تكوين اللوكيميا بالمانيفستيشنز والكومبليكيشنز بتاعتها كلها. اللوكيميا دي بتتقسم يا اما اكيوت او كرونيك، وهنعرف بناء على ايه. وبتتقسم الى الليمفو بلاستيك ومايولويد على حسب السيل لاين او الوايت بلاست لاين اللي هو انفولفد. لو احنا عارفين ان الوايت بلاد سيلز في منها ليمفوسايتس وفي جرانيول سايتس، الجرانيول سايتس دي اللي هي الايزونوفيلز والبيزوفيلز والنيوتروفيلز، وفي الليمفوسايتس اللي هو بي وتي ليمفوسايتس. تمام، لو حصل مالجنسي او افكشن في السيل لاين اللي هو بيكون الليمفوسايتس، ده بقت ايه؟ ليمفو بلاستيك لوكيميا. لو حصل مالجنسي في السيل لاين اللي بيكون الجرانيولوسايت، ده بنسميه مايلويد لوكيميا، او دول اسمهم مايلويد سيل لاين. تمام، يبقى عندي من الكلام ده اربع انواع من اللوكيميا، اتنين اكيوت واتنين كرونيك: اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا، واكيوت مايلويد لوكيميا، وكرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا، وكرونيك مايلويد لوكيميا. تمام، برضو قبل ما ندخل في المحاضرات برضو لازم نبقى فاهمين ايه الفرق بين الاكيوت والكرونيك، وعلشان كده برضو البرزنتيشن بيختلف تماما في الاكيوت من الكرونيك. العيان عنده اكيوت لوكيميا بيجيلي بشكوى واعراض ومشاكل مختلفة بشكل كبير عن العيان اللي بيجيلي بكرونيك لوكيميا. ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ان احنا لازم نفهم ايه اللي بيحصل في الاكيوت لوكيميا وايه اللي بيحصل في الكرونيك لوكيميا. في الاكيوت لوكيميا اول شيء اثناء الماتيوريشن للوايت بلاد سيل، سواء الليمفوسايت او المايولوسايت، بتكون السيلز في البدايه خالص اللي هي الاماتيور سيلز اللي هي البلاست سيلز بتكون حجمها كبير جدا، فيري لارج، وكل ما تاخد خطوه لقدام في الماتيوريشن يبدا حجمها ايه؟ يصغر 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 لغايه لما تبقى fully differentiated mature cells، ودي بيبقى حجمها صغير وتقدر تخرج من البون مارو وتروح للبريفيرال بلاد. تمام، اللي احنا بنلاقيها نورمالي ايه موجوده في البريفيرال بلاد. في الاكيوت لوكيميا بيبدا يحصل توقف للماتيوريشن بتاع السيلز في الاماتيور ستيج اللي هي البلاست سيلز اللي هي حجمها كبيره جدا زي البطيخه. تمام، فلما بيحصل كده يبدا خلاص الخليه وقفت على الاماتيور ستيج اللي هو البلاستيك ستيج واللي ده حجمها كبير جدا، ووقفت مش هتكمل، وبالتالي قاعده في البومارو مش بتخرج، ويبدا يتكون خلايا غيرها وتقف برضو اماتيور، فيبدا البومارو ان يتملي بشكل كبير جدا بالبلاست سيلز اللي هي الكبيره جدا ديت، تملى البومارو بشكل كبير، وبالتالي بتعمل كومبريشن على كل البون مارو، فبتوقف انتاج كل البلاد سيلز من البون مارو، مفيش سبيس لاي سيل لاين ان هو ايه يتكون.
يعني هي الخلايا الكبيره قوي الاماتيور دي بتعمل كومبريشن على الريد سيل لاين، وبالتالي مفيش ار بي سيز بتتكون. تعمل كومبريشن على البليتلت سيل لاين او الميوكاريوتيك لاين، مفيش بليتلت بتتكون. هي نفسها بتقف، الوايت بلاد سيل لاينز ده بتقف في الاماتيور ستيج، وبالتالي ما عنديش ماتيور وايت بلاد سيلز. نتخيل بقى ايه اللي هيحصل في العيان. هيحصل حاجه اسمها بون مارو فيلير، فشل تام في النخاع العظمي، مش عارف يكون اي خلايا. البون مارو فيلير ديت خطيره جدا، وهي اللي بتعمل اكيوت بريزنتيشن، وعيان يجي لك بسيفير انيميا، فيش ريد بلاد سيلز، سيفير انيميا، مفيش بليتلتس، بليدنج، العيان عمال يخرخر، مفيش ماتيور وايت بلاد سيلز اللي هي خط الدفاع الاول للمايكرو اورجانيزمز، وبالتالي العيان يجي له ريكورنت انفكشن. طيب ده في الاكيوت لوكيميا، والحكايه بتحصل بسرعه ورابيدلي بروجريسنج. الكرونيك بقى لوكيميا ايه اللي بيحصل؟ بيحصل برضو ابنورمال ان كنترولد بروفريشن لل وايت بلاد سيل لاينز، لكن ما بتقفش بدري في البلاستيك ستيج، لا بتتطور شويه اكتر، تمام، وبالتالي تبدا حجم الخلايا تصغر تصغر تصغر، وبالتالي بيدي مساحه اكتر لاني في مور سيل برودكشن، وما بيحصلش بوم مارو فيلير زي ما بيحصل في اكيوت لوكيميا الا في مراحل معينه من كرونيك لوكيميا. وديت لما بتحصل في عيان عنده كرونيك لوكيميا دي بنسميها بلاستيك كرايسيس، يعني هو من كرونيك لوكيميا دخل في اكيوت لوكيميا، لكن في المعتاد في الكرونيك لوكيميا العيان ما بيحصلهوش بوم مارو فيلير، لاني الخلايا بتتطور لشكل اكبر، ما بتوصلش لفول ماتوريشن لكن بتوصل لمراحل متقدمه، وبالتالي ما بتعملش كومبريشن عنيف على البوم مارو، وبالتالي ما بيحصلش البوم مارو فيلير، تمام، لكن بيحصل تكوين لخلايا كتيره جدا من وايت بلاد سيلز باعداد مهوله، بتبدا تنتشر في البريفرال بلاد، وبتبدا تعمل انفلتريشن للتيشوز، تبدا تملا التيشوز اللي في جسم الشخص ده. فده بصفه عامه الفرق بين الاكيوت لوكيميا والكرونيك لوكيميا. ندخل بقى في المحاضره بتاعتنا النهارده، الاكيوت لوكيميا، وهنبتدي بالاكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا. اكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا ديت لازم نفتكرها ونفهمها ان دي انيميا الاطفال، دي اللي بتيجي في الاطفال الصغيره. It is the commonest cancer of childhood and it is rare in adult. Usually occur before 14 years of age with age peak between 2 to 9 years of age. طيب ايه اللي بيعمل اكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا؟ ايه الايتيولوجي بتاعها؟ طبعا الاكزاكت ايتيولوجي از انون، لكن في اسباب كتيره خالص ممكن تكون منها ايونايزنج راديشن زي الاكس راي، لو واحده حامل واتعرضت لاكس راي ممكن يحصل لوكيميا للبيبي بتاعها، او في بعض الكونجنتال انوماليز او كروموزومال ابنورماليتيز سوري زي داون سندروم، ده برضو احيانا كتير الاطفال ديت بيحصل لهم اكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا. في اسباب اخرى، بعض الكيمو ثيرابيز، بعض الفيروسز، بعض التوكسينز ممكن برضو تبقى اسوشيتد مع الاكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا. الباثوفيسيولوجي احنا شرحناه ببساطه جدا واحنا بنتكلم، بس هنا بقى ايه هيبقى الان كنترولد بروفريشن، واللي بيبقى ريستد عند الاماتيور ستيج بيحصل فين؟ في الليمفو سايت سيل لاين اللي هو البي والتي ليمفوسايت، اهو زي ما احنا شايفين. اذا مالجنسي اوف ذا ليمفويد سيلز افكتنج البي والتي ليمفوسايت سيل لاينز arresting maturation، زي ما قلنا الماتيوريشن بيقف، and promoting uncontrolled proliferation of the immature blast cells اللي احنا قلنا عليها البطيخه، خلايا ضخمه قوي دي، with bone marrow failure، تعمل compression على البون مارو وبتعمل لي ايه؟ bone marrow failure and tissue infiltration. بعد فتره يبدا السيلز دي تحصل escape وتدخل في البريفر بلاد وتبدا ايه to infiltrate ال tissues. كلاسيفيكيشن، تصنيف الاكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا بيعتمد على ثلاثة كلاسيفيكيشن، مورفولوجيكال كلاسيفيكيشن، وده في حاجة اسمها فاب سيستم هو اللي بيعمل الكلاسيفيكيشن اكوردنج المورفولوجي، بيقسم الاكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا لثلاث انواع L1 L2 L3 باي ذا مايكروسكوبيك ابيرنس، على حسب منظر الخلايا تحت الميكروسكوب.
it provides limited information، لكن قيمته مش كبيرة قوي. بعد كده في immunological classification، التصنيف على حسب الأجسام المناعية، وده بيعتمد على السيرفيس ماركرز. They are used to classify the acute lymphoblastic leukemia إلى ثلاث أنواع: precursor B cell acute lymphoblastic leukemia، و T cell acute lymphoblastic leukemia، و B cell acute lymphoblastic leukemia. بعد كده في cytogenetic classification، وده بيعتمد على الكروموزومال analysis. بيبقى في abnormalities في الكروموزومز في حوالي 85% من الحالات، which are often translocation، بيحصل كروموزومال translocations، وديت مهمة جدا في البريدكتنج بروجنوز عشان اعرف البروجنوز هيبقى عامل ازاي. في كروموزوم مشهور جدا نتيجة ترانسلوكيشن، ده اسمه فيلادلفيا كروموزوم، ده مرتبط باللوكيميا وبرضه هنسمع عنه لما ناخد الكرونيك لوكيمياز. الفيلادلفيا كروموزوم ده لو موجود في عيان، في طفل صغير عنده اكيد لنفوبلاستيك لوكيميا، بيبقى عنده بور بروجنوزز اند ديتكتنج ذا ديزيز ريكورنس. الكلينيكال بيكتشر بقى، الطفل اللي عنده اكيوت لنفوبلاستيك لوكيميا هيجي لي بايه؟ زي ما قلنا اول حاجه بوم مارو فيلير، العيان هيجي لي زي ما قلنا سيفير انيميا انفكشن، وهيجي لي ببليدنج. طبعا انيميا مفيش ار بي سي زي ما قلنا، انفكشن مفيش ماتيور وايت بلاد سيلز، وبليدنج عشان مفيش بليتلت. رقم اتنين يجي لي تيشو انفلتريشن زي ما قلنا من الان كنترول بروفريشن، تبدا الاماتيور سيلز ديت تدخل في البريفر بلاد وتبدا تو انفلتريت التيشوز، تبدا تو انفلتريت ايه التيشوز. يجي لي العيان بهيباتوميجالي، سبلوميجالي، لنفادوباسي، اوركيدوميجالي، يعني انكريز سايز في التستس. وحاجه مهمه جدا 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 لازم اعرفها، كاركترستيك او مش كاركترستيك، يعني مشهوره في الاكيد لنفادوباسي لوكيميا، ان بيحصل سي ان اس انفولفمنت. دايما الاطفال دول يا عيني يحصل انفلتريشن للسي ان اس من اللوكيميا، ويبدا يحصل لهم كرينيال نيرف بولسي ومننجز، وده كومن خالص في الاكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا. اذر دينجرز، في مخاطر اخرى، يعني دي البومر في الارتيشن في ده اشهر حاجه بيجي العيان بيها، ان هلاقيه عنده بليدنج وانفكشن، والاقيه عنده انيميا سيفير انيميا، افحصه الاقي فيه لينفادينوماسي هيباتوميجالي سبلوميجالي، تمام. لكن بعد كده ممكن يجي لي بمشاكل او كومبليكيشنز اكتر من كده، ممكن القى كومبليكيشن نتيجه حاجه اسمها ليكوستيزيس. ايه هو ليكوستيزيس؟ من ستيزيس يعني ركود، ليكو من الليكوسايتس اللي هي الوايت بلاد سيلز. الليكوستيزيس ديت بتحصل لما يكون الوايت بلاد سيل كاونت اكتر من 100,000، بيبدا يحصل ايه؟ بيحصل بلاد فيسكوستي، الوايت بلاد سيلز عددها كبير جدا، عامله زحام رهيب في البلاد، تمام، وهو ماشي في البلاد فيزلز، تمام. فبيبقى في انكريز بلاد فيسكوستي، اول ما بتوصل في السمول فيزلز تعملها اوبستراكشن، تقفلها، ودي تعمل لي تجلطات بنسميها وايت بلاد سيل ثرومباي. يبدا يحصل تجلطات في الاماكن اللي هي بتخترقها الوايت بلاد سيلز، ممكن تيجي في اي اورجان، ممكن تيجي في البرين العين يجي لي بستروك، ممكن تيجي في الكدني العين يجي لي بهيماتوريا او كيتوريان فيلير، ممكن تيجي في اللنج، في الهارت، في اي مكان. العيان ده لو عنده ليكوستيزيس نتيجة ان عدد كبير جدا من الوايت بلاد سيلز، العيان ده ما تديهوش بلاد ترانسفيوجن قبل ما تقلل الوايت بلاد سيل كاونت، الا هتزود المشكلة اكتر. بحل الليكوستيزيس ده بحاجتين، يا اما ادي هيدروكسي كاربامايد، ده دراج بيعمل ريدكشن للوايت بلاد سيل كاونت، او اعمل ليكوفارسيس، ده برضو بيقلل الوايت بلاد سيل كاونت. في حاجه تاني او خطر تاني اسمه تيومر لايسيس سندروم، ده لما بيحصل نتيجه تكسير الخلايا السرطانيه او المالجنم ديت، بيحصل عند العيان هايبر كاليميا، يحصل هايبر يوريثيميا، وبيحصل اكيوت كيدني انجري. الخطر الثالث حاجه اسمها دي اي سي او ديسيمينيتد انترافاسكولار كوجلوباسي. ايه فكره العيان ده؟ ان بيحصل انكريز ريليز اوف بروكواجولانس نتيجة المالجنسي، بيبدأ يحصل ريليز لعوامل مثيرة لعوامل التجلط في السيركوليشن، تعمل اكستنسيف اكتيفيشن للكواجيليشن سيستم، يبدأ يحصل اكستنسيف كلوتينج في البادي، يبدأ يحصل التجلط في أماكن كتيرة جدا في جسم الإنسان، ممكن يحصل في أي أورجن يحصل اكستنسيف كلوتينج. لما بيحصل الكلام ده بيحصل كونسامشن للكلوتينج فاكتورز، تبدأ تبقى خلاص الجسم ما فيهوش كلوتينج فاكتورز،
اول ما يبقى ما عنديش كولايدنج فاكتورز والبليتلت ما عنديش يبدا يحصل ايه؟ بليدنج. يبقى اللي عنده سبحان الله تيجي تفحصه مليان تجلطات في كل حته في جسمه وفي نفس الوقت بينزف. الاتنين اللي هم عكس بعض، ودي يا عيني علاجها صعب جدا وغالبا بتبقى فيت، العيان غالبا بيموت. ان عنده تجلطات عايز تديله حاجه تذوب الجلطات، هو ده الحل. طب ما هو عنده بليدنج، هو بينزف اصلا، يعني اديله حاجات تذوب الجلطات هتزود البليدنج هيموت عمال ينزف. طب لا انا هدي حاجات تمنع البليدنج، طب اللي هي تعمل تجلط، طب ما هو عنده تجلط. فيعني مشكله كبيره جدا وخطيره جدا اللي هي الديسيميل انترجاسكولار كواجلوباسي. الساينز اللي العيان بيجي لي بيها يعمل يحصل يبقى عنده بريوزنج وبيبقى فيه بليدنج من كل حته في جسمه، وبيبقى عند العيان رينال فيلير. انفستيجيشنز، ايه بقى الفحوصات اللي انا اعملها للعيان اللي عنده اكيوت لينفو بلاستيك لوكيميا؟ اول حاجه، وكل اللوكيميا كده كل الاربع انواع عيان انا شاكك في لوكيميا، اول حاجه اعملها ايه؟ انا عندي مشكله في البلاد، في البلاد اليمنتس. يبقى اول انفستيجيشن كومبليت بلاد كاونت، اعمل صوره دم. ولو اي حد كتب اي حاجه في الامتحان قبل كومبليت بلاد كاونت يبقى كده بيهرج ولازم ما ياخدش الفول مارك، لان ده معناه ان هو مش فاهم. ما ينفعش تقول لي اي حاجه تاني قبل ما تقول لي اعمل صوره دم العيان، ده بيزك. لما اعمل صوره دم هلقى ايه؟ هلقى الوايت بلاد سيل كاونت يوجوال الفيتد، هلقى كره الدم البيضاء عاليه قوي، غالبا بتوصل لغايه 50 ل 100 الف، مش اكتر من كده في المعتاد في الاكيوت لوكيميا. تمام، لكن ممكن حسب الاستيج اللي العيان فيه في اللوكيميا وحسب اخر تريتمنت او لا، ممكن الاقي الوايت بلاد سيل كاونت نورمال، ودي بنسميها سب لوكيميك لوكيميا. او ممكن القى العيان الوايت بلاد سيل كاونت بتاعه قليل. تمام، العيان برضو حلقى عنده انيميا، عشان احنا قلنا برضو مفيش تكوين للار بي سيز. هل العيان عنده ثرومبوسيتوبينيا؟ غالبا البيت كاونت برضو ايه قليل، يبقى انيميا ثرومبوسيتوبينيا مع وايت بلاستيك كاونت عالي بيوصل الى 50 الى 100 الف بير كيوبيك ملي متر. لكن ممكن تكون وايت بلاستيك نورمال او لو، دي بنسميها سب لوكيميك لوكيميا. تاني حاجه اعمل بلاد فيلم. بلاد فيلم ليه؟ اشوف بقى الماتيور سيلز موجوده في البريفر بلاد ولا لا، اللي هي اللي احنا قلنا عليها الماتيورشن الخاص بيقف عند اماتيور ستيج في البومارو وما بتتطورش اكتر من كده. فابدا اشوف بقى هل بريفرال بلاد فيه الاماتيور سيلز دي، لان طبيعي ما بتنزلش في البلاد، طبيعي ان انا ما لقاش بلاد سيلز في البريفرال بلاد. تمام، فلو لقيتها يبقى ده عنده لوكيميا، ان في اماتيور سيلز كتيره في البومارو وبدات تنزل في البريفرال بلاد، يبقى غالبا العيان اللي عنده الانفلاس لوكيميا بقى عنده في البريفرال بلاد في بلاد سيلز. رقم ثلاثة، اعمل بوم مارو اسبريت او تريفاين بايوبسي. هل البوم مارو هايبر سيلر؟ هل بقى مليان بلاد سيلز اللي هي الاماتيور سيلز؟ اكتر من 20% من السيلز بلاد سيلز. هبدا ادور على حاجه عشان افرق هل ده اكيوت لينفو بلاستيك لوكيميا ولا دي اكيوت مايلويد لوكيميا. حاجه اسمها اوبرودز، لو لقيت الاوبرودز دي ده معناه ان العيان عنده اكيوت مايلويد لوكيميا مش الاكيوت لينفو بلاستيك لوكيميا. بعد كده رقم أربعة، بعمل حاجة اسمها سايتو كيمستري، بعمل صبغات خاصة برضو علشان أفرق العيان عنده أكيوت مايلويد لوكيميا ولا أكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا باي سبيشال ستينز زي السودان بلاك ستين والمايلو بريكسيديز ستين. لو لقيت السودان بلاك، السودان بلاك والام بي او ستينز دول بوزيتيف، ده معناه برضو ان العيان عنده أكيوت مايلويد لوكيميا. يبقى الاكيوت مايلويد لوكيميا بيبقى سودان بلاك وام بي او ستينز بوزيتيف، وبيبقى فيه في البون مارو رودز، يبقى ده عنده اكيوت مايلويد مش اكيوت لينفو بلاستيك لوكيميا. فحوصات اخرى بعملها اميونو فينوتايبنج، موليكولار جينيتكس، وسيتوجينيتك عشان اشوف في كروموزومال اب نورماليتيز ولا لا. المانجمنت، هعالج العيان اللي عنده اكيوت لينفو بلاستيك لوكيميا ازاي؟ اول حاجة لازم انا ابقى فاهم العيان ده مش هيموت من الكانسر، العيان عنده اكيوت لنفوبلاستيك لوكيميا هيموت من الانفكشن وهيموت من السيفير انيميا، هيموت من البليدنج، بس اكتر حاجة بتموته الانفكشن. تمام، وبالتالي
فيما معناه ان انا العيان ده هو مشكلته في ايه؟ هو ليه بيموت؟ عنده سيفير انيميا وعنده بليدنج وعنده انفكشن، هما الثلاثه دول صح؟ فبيموت. تمام؟ وبالتالي لو العيان ده ما عندهوش انفكشن وما عندهوش انيميا وما عندهوش بليدنج مش هيموت. تمام؟ وبالتالي اهم حاجه في التريتمنت رقم واحد سبورتيف كير، احافظ على حياه العيان ده من ان انا اعمله سبورتيف كير للحاجات اللي هي ممكن تموته. زي ايه؟ رقم واحد للانيميا اعمل له ايه؟ ريد سيل ترانسفيوجن، ريد بلاد سيل ترانسفيوجن، ادي له ار بي سيز او ادي له هول بلاد ترانسفيوجن عشان اعوض الانيميا. رقم اتنين، العيان عنده ثرومبوسيتوبيني وبينزف، ادي له بليتلت كونسنتريت، هعوض البليتلت اللي هي البون مارو مش بيصنعها، يبقى هو مش بيصنع له ريد بلاد سيلز، هدي له ريد بلاد سيلز، مش بيصنع بليتلت هدي له بليتلت. مش هي دي المشاكل عنده؟ خلاص انا بحلها. ما عندوش وقت بلس، عنده انفكشن اديله برود سبيكترم انترفيوس انتيبيوتيك. تمام كده؟ يبقى انا حليت له المشاكل بتاعته، العيان عايش بس كده، عايش مؤقتا لغايه لما احل مشكله المانجنس، لان انا مش هفضل طول حياتي حاطه على جهاز على طول بينقل له دم وبينقل له صفائح وانتيبيوتيك، مش هيعيش كده، ده حل مؤقت. لكن طول ما الحل المؤقت ده موجود العيان عايش مش بيموت. تمام؟ لغايه لما هحل المشكله. برضو هدي هيموبيتك جروث فاكتورز برضو تساعد على تكوين ال بلاد اليمنتس، احط له سنترال فينوس كيستر علشان اي حاجه بحتاج ان انا اديها له زي ما قلنا انترفيوس انتيبيوتيك او بليد ترانسفيوجن او ريد سيل ترانسفيوجن، فكل ده محتاج ان انا العين على طول يبقى فيه فينوس كيستر متركبه، ادي له انترفيوس فلويد وهدي له الوبيورينول علشان يمنع التيومر لايسيس سندروم. بعد ما عملت له سبورت كير والعيان اتحسن، هبدأ بقى ايه اتعامل معاه ان انا اديله الكيمو ثيرابي. انا عندي ايه بقى؟ عندي كومبلكس، بدي العيان كومبلكس مالتي دراج مالتي فيز ريجيمين ذات مي تيك ييرز. الكيموثيرابي ده هو بقى ايه العلاج؟ خلاص احنا قلنا ان دي سبورتيف كير، ده حل مؤقت، عايزين بقى الحل ايه الجذري، ان انا اعالج الكانسر نفسه اللي هي اللوكيميا، ده بالكيموثيرابي. الكيموثيرابي هنا ما بينفعش ان انا ادي وان ثيرابيوتيك ايجنت او وان كيموثيرابي ايجنت بس، لازم ادي مالتيبل دراجز كومبلكس ريجيمين، اللي هو ايه كوكتيل من الادويه الكيموثيرابيوتيك وعلى مراحل متعددة اسمها مالتي فيز ريجيمين. الموضوع ده ممكن ياخد لغاية 3 سنين وانا بعالج العيان. بنمشي في مراحل، حاجة اسمها ريميشن اندكشن. الريميشن اندكشن ديت بتاخد من 4 إلى 6 أسابيع، بدي في المرحلة دي كيمو ثيرابي لمدة 4 أسابيع إلى 6 أسابيع، يعني من شهر لشهر ونص. وفي الريميشن اندكشن أشهر حاجة بديها كوكتيل بيتكون من كيمو ثيرابيز، ايه هما الأدوية ديت؟ فينكريستين، برينزولون، الاسبارجينيز اند دون روبسين. تمام؟ الاربعه كومباينيشن دراجز دول بيعملوا لي حاجه اسمها هيماتولوجيكال ريميشن، وده معناه ايه؟ ان مفيش ايفيدنس اوف لوكيميا في البلد. خلاص اجي اعمل العيان صوره دم، قال مفيش اي ايفيدنس اوف لوكيميا، قال مفيش بلاست سيلز في البريفيرال بلد، او على الاقل ان البلاس سيل كاونت يبقى اقل من 5%. تمام؟ في البومارو يبقى ان انا اوصل لمرحله الريميشن او الهيماتولوجيكال ريميشن، اعمل صوره دم ما الاقيش بريفرال بلاس سيلز في البريفرال بلاد، وابص على البومارو الاقي البلاس سيلز اللي هي كانت اكتر من 20% لا عددها اقل من 5%، يبقى انا كده اتشيف ذا ريميشن كأني خلاص ما عندهوش لوكيميا. بس الموضوع ما يقفش كده، لو وقفت هنا هيحصل ريكارنس وهترجع الحكايه زي ما كانت. لا انا لازم اكمل بعد كده مرحله تانية اسمها كونسوليديشن، ودي تقعد من 6 شهور ل 9 شهور. بدي هاي ميديوم دوز ثيرابي في بلوكس اوفر سيفرال ويكس على مدى اسابيع طويله جدا. بعد ما بعمل كونسوليديشن بعمل حاجه مهمه جدا، احنا قلنا السي ان اس انفولفمنت كومن في الاطفال، فهنا عشان ما يحصلهوش نيرف بولسز والكلام ده بديله، لو ما عندهوش سي ان اس انفولفمنت بديله سي ان اس بروفلاكسز علشان ما يحصلوش انفولفمنت للسي ان اس.
بدي العيان ده انتراثيكال اور هاي دوز انترافينوس ميثوتريكسيت مع سي ان اس راديشن. اخر مرحله ان انا اعمل حاجه اسمها مينتنس، خلاص العيان خف وكل ما اعمل له صوره دم بقى نورمال والحمد لله والف مبروك والولد بقى تمام وتمام، بس لا الموضوع ما انتهاش، هنكمل مينتنس بالرغم ان هو يعتبر رجع سليم ومعافى، لكن هكمل له مينتنس كيموثيرابي لمده سنتين والا هيرجع تاني زي ما كان. المينتنس ده بيبقى بيتكون من ميركابتوبيورين ديلي، ميستريكسيت ويكلي، وفين كريستين مع بريدنيزولون مانثلي، ويفضل مستمر زي ما قلنا 4-2 years. ريلابس از كومن، ممكن يحصل ريلابس تاني ويرجع الكانسر تاني في البلاد او في السي ان اس او التستس، وبالتالي اكزامين ذي سايتس ات فول اب. اثناء المينتنس لازم كل شويه اعمل فول اب للعيان ده وابدا ادور لربما يكون حصل له ريلابس تاني او رجع تاني الكانسر، وبفحص البلاد بسي بي سي وبفحص سنتر نيرف سيستم وبفحص التستس. تالت لاين في العلاج قلنا سبورتيف كير، بعد كده كيمو ثيرابي. الحاجه الثالثه ان انا اعمل له بون مارو ترانسبلانتيشن. البون مارو ترانسبلانتيشن ده هو العلاج الجذري وانس ان فيرست ريميشن، بس ايه بقى لو انا العين ده خلاص متاح ان انا اعمل له بون مارو ترانسبلانتيشن، انا مش هكمل بقى الكيمو ثيرابي. اول ما اعمل فيرست ريميشن، مش احنا قلنا في اول مرحله اسمها ريميشن اندكشن اللي بتاخد 4 إلى 6 أسابيع، لو نجحت فيها وحصل ريميشن اندكشن والبريفر بلاد بقى نورمال والبون مارو اقل من 5% بلس سيلز، في المرحله دي او هعمل زرع نخاع البون مارو ترانسبلانتيشن. ات از ذا بيست اوبشن ستاندرد ان ستاندرد ريسك يانج ادلت، وبتجيب نتيجه رائعه والعيان بيشفى بفضل ربنا تماما. ات كان بي كيوريتيف ان يونجر بيشنت اقل من 40 الى 50 سنه، بس بتفضل في السن الصغير اللي هو اقل من 40 سنه. ايه البروجنوز بقى بتاع الاكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا؟ البروجنوزز الكيور ريت في الاطفال بيوصل ل 90%، لكن للاسف لو حصلت اكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا في الادلت الكيور ريت حوالي 40% بس. امتى اشك ان عنده بور بروجنوزس؟ لو كان ادلت ميل عنده فيلادلفيا كروموزوم، يا بخت البنات طبعا. البرزنتيشن والسي ان اس ساينز وانيميا والبلد سيل كاونت اكتر من 100,000 عشان الخطر بتاع الليكوستيدس، او لو كان عنده بيتا او بي سيل تايب اوف اكيوت ليمفوسيتيك لوكيميا، ده معناه ان انا هشك في بور بروجنوزس. كده احنا خلصنا الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا، هناخد الاكيوت مايلويد لوكيميا. للاسف بقى انا كنت في الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا فرحان وبقول الكيور ريت 90%، وانا كنت انا دايما بقول عليه ده السرطان الحميد اللي هو الحمد لله 90% من الاطفال بيشفوا تماما منه وبيبقى انسان طبيعي جدا ما فيهوش اي مشكله. ولما اسمع ان في طفل عنده لوكيميا ما ببقاش خايف قوي عليه، وامل بيبقى كبير جدا ان هو هيرجع انسان طبيعي وهيخف تماما اول ما بسمع اسم الاكيوت ليمفو بلاستيك لوكيميا. على العكس بقى تماما لما بسمع كلمة اكيوت مايلويد لوكيميا بيجي لي احباط واكتئاب، لان للاسف ده اسوأ نوع من انواع اللوكيميا كلها وبنسميها اللوكيميا القاتلة. وللاسف ان دي اللوكيميا بتاعت الشباب اللي هو من سن 20 لـ40 سنة اللي هم الامل بتاعنا، هو الاكيوت مايلويد لوكيميا القاتلة اللي هي اسوأ نوع من اللوكيميا. للاسف دي طبعا زي ما قلنا النيوبلاستيك بروفيشن اوف بلاست سيلز من المايلويد اليمنتس في البون مارو. زي ما قلنا للاسف ان لو شاب عنده اكيوت مايلويد لوكيميا وما اتعالجش 100% هيموت. شايفين الديث ريت كام؟ 100% ان تو مانث خلال شهرين. ما بتهزرش، بشعه، بيحصل بروجريشن بسرعه غير طبيعيه. 100% هيموت في شهرين لو ما اتعالجش. طب لو اتعالج اللي ممكن يعيشه
3 year survival 20% بس. يعني حتى مع العلاج اللي ممكن يخف ويعيش 20% بس. عرفتوا ليه؟ انا بكره اسمع الاسم ده، ربنا يحفظنا جميعا. للاسف بقى ان هي الكومنست تايب اوف اكيوت لوكيميا في الادلت. يعني لو واحد ادلت جاله لوكيميا، اشهر حاجه للاسف انها هتكون اكيوت مايلود لوكيميا. اه طبعا ممكن اكيوت لينفوبلاستيك تيجي في الادلت، وممكن الكورونيك تيجي في الادلت، لكن للاسف اكتر حاجه بتيجي في الادلت هي الاكيوت مايلود لوكيميا اللي هي السيئه دي، اللي ربنا يحفظنا جميعا منها. الاسباب ايه؟ زي الاكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا نفس الفكره، لونج تيرم كومبليكيشن من كيمو ثيرابي. العين اللي كان عنده لينفوما يا عينه وبياخد كيمو ثيرابي ممكن يحصل له اكيوت مايلويد لوكيميا. اسوشيتد ويز مايلو ديسبلاستيك ستيتس من الراديشن والداون سندروم زي الاكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا. الكلاسيفيكيشن بتاعها، اشهر كلاسيفيكيشن للاكيوت مايلويد لوكيميا اسمه فاب كلاسيفيكيشن، بتتقسم لسبع انواع من ام 0 الى 8 انواع من ام 0 الى ام 7 على حسب السيل تايب ديفرنشيشن. انا اللي يهمني من الكلاسيفيكيشن ده ام 3 اللي هو برومايلوسيتيك لوكيميا، ان ده اسوأ نوع في الاكيوت مايلويد لوكيميا. يعني هي الاكيوت مايلويد لوكيميا لوحدها سيئه، لكن لما اعمل لها كلاسيفيكيشن ولان العيان عنده البرومايلوسيتيك تايب، ده اسوأ واسوأ واسوأ. اكتر حاجه بتموت وبتموت بسرعه لما يبقى عنده برومايلوسيتيك لوكيميا، لان هي دي اللي مشهور ان بيحصل فيها الدي اي سي اللي كنا لسه بنقول عليه، الديستنيز انترفاسكر كوجيوزس. العيان عنده تجلط ونزيف في نفس الوقت. ايه هي كيك البيكشر بتاعت اكيوت مايلويد لوكيميا؟ هي بالظبط بتاعت الاكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا، مفيش اي اختلاف. بومر وفيلير، وشرحنا ليه، انيميا وانفكشن وبليدنج. برضو الكومبليكيشن ممكن تحصل، الدي اي سي هو ده كومن في البرو الاكيوت برو مايلوسيتيك لوكيميا عشان بيحصل ريليز للثرومبوبلاستين. لكن برضو طبعا ممكن يحصل ليكوستيزيس، ممكن يحصل تيومر لايسيس سندروم زي الليمفوبلاستيك بالظبط. تيشو انفلتريشن نفس الكلام، بيبدا السيلز تبدا تنتشر في الفضاد، تنتشر في التيشوز، تعمل لي هيباتوميجالي، سبينوميجالي، جام هايبرتروفي، سكن انفولفمنت. لكن تختلف عن الليمفوبلاستيك لوكيميا في حاجه ولازم ابقى عارفها وهسالكم فيها ونركز عليها جدا، ان كان السي ان اس انفولفمنت في الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا فيري كومن، لكن في الاكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا ات از رير ان يحصل سي ان اس انفولفمنت. دي الميزه الوحيده في الاكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا. اذر دينجرز برضه زي ما قلنا، ليكوستيزيس وتيومر لايسيس سندروم. انفستيجيشنز هعمل له ايه؟ فحوصات. على فكره الموضوع ان شاء الله بقى سهل، لان معظم الكلام هو بتاع الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا بنكرره تاني. برضو طبعا زي ما قلنا كومبليت بلاد سيل كاونت، بلاد فيل، بوم مارو اسبيريت تريفون بايوبسي، سايتوكيمستري، هو نفس الكلام، بس زي ما قلنا ده بيبقى في حاجه وده حاجه. الكومبليت بلاد سيل كاونت هو برضو دلوقتي بلاد سيلز عاليه من 50 ل 100 الف، ممكن تكون نورمال او لو، وغالبا في انيميا وثرومبوسيتوبينيا. البلاد فيل هنا بقى شايفين بقى الاختلافات، قلنا هو تقريبا هي الليمفوبلاستيك لوكيميا مع بعض الاختلافات. اول اختلاف قلناه ان البروجنوز بتاع الليمفوبلاستيك لوكيميا فيري جود، 90% كيور ريت. الاكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا لا، البروجنوز فيري باد و100% ديث لو انتريتد. الليمفوبلاستيك بتيجي في التشيلدرن، المايلويد بتيجي في الادلت. لما اعمل بلاد فيل في الليمفوبلاستيك لوكيميا لازم بلاقي بلاست سيلز في البريفرال بلاد، لكن هنا بقى في الاكيوت مايلو بلاستيك لوكيميا البلاست سيلز في البريفرال بلاد فيو اور ابسنت. يعني اصلا اجي اعمل بلاد فيل ملقاش بلاست سيلز، ودي طبعا بتبقى ايه محيره، اني انا ببدا اشك في البيشنت ولازم اعمل ايه بوم مارو تمام عشان كونفيرم الدايجنوزس. يبقى عندي البلاد فيلم مهم جدا، انا شايفين عاملها لكم بلون ازرق عشان تبقى عينكم عليها وما تنساهاش، ان في الاكيوت مايلويد لوكيميا ممكن ما لقاش
بلس سيلز في البريفرال بلاد. البون مارو نفس الكلام، هايبر سيلر بلس سيلز اكتر من 20%. هنا بقى وقلناهم في الليمفوبلاستيك، هل اوجودز ده معناه اكيوت مايلويد لوكيميا، هعمل سايت كيموثيرابي وزي ما قلنا بالسبيشال ستينز وقلناهم في الليمفوبلاستيك، البوزيتيف سودان بليك وام بي او معناه انها اكيوت مايلويد لوكيميا. هعمل اميونو فينوتايبنج موليكولار جينيتك سايتوجينيتك علشان اشوف الكروموزوم الابنورمال عشان التريتمنت ريكومنديشن والبروجنوز. قلنا الكيموثيرابي هنا الاختلاف ان انا لازم ابقى عنيف بقى فيري انتنسيف resulting in long periods of marrow suppression with neutropenia plus decreased platelets. لازم ابقى عنيف قوي في الكيموثيرابي علشان اعمل complete bone marrow suppression واعمل نيوتروبينيا واعمل ثرومبو سايتوبينيا بشكل قوي جدا. بعد كده المين دراجز اللي انا بستخدمهم في تريتمنت اوف اكيوت مايلويد لوكيميا هما الدونور بيسين والسيترابين with 5 cycles given in 1 week blocks to get a remission. بدي اشهر اسباب، هو بدي برضو كومباينيشن زي الليمفوبلاستيك لوكيميا بالظبط، بس اشهر ادويه بتستخدم في الاكيوت مايلويد الدانروبسين والسيترابين، وبديهم على 5 سايكلز في 1 ويك بلوكس لغايه لما اوصل ايه للريميشن. بعد كده البوم مارو ترانسبلانتيشن. هنا بقى في الاكيوت مايلويد لوكيميا امتى بلجأ للبوم مارو؟ لو العيان عنده كان العيان ريفراكتوري او ريلابسنج ديزيز، لو عمال ادي كيمو ثيرابي ومش بيستجيب او بيحصل ريلابس وبسرعه، وللاسف الخبر الوحش ان ده الكومن ان هو غالبا اصلا ما بيستجيبش، غالبا بدي العيان كيمو ثيرابي ومش بيجيب نتيجه للاسف. ايه بقى الفكره بقى؟ اروح بعمل ايه؟ خلاص انا غلطت، العيان يا عيني عمال اديله انتنسيف دوز اوف كيمو ثيرابي مفيش حل، مش متعالج. ببدا اعمل ايه بقى؟ ايه فكره البون ترانسبلانتيشن؟ ان انا عايز ادمر الليكوميك سيلز والاميون سيستم تماما، فانا بدي العيان سايكلوفوسفامايد وتوتال بودي اراديشن. تمام خلاص، بدي له كيمو سايكلوفوسفامايد ده كيمو ثيرابي واعمل له اشعاع على كل جسمه، بدمر انا بايدي البون مارو اللي هو عشان ادمر اللوكيميك سيلز في البون مارو وفي البريفر بلاد بالكيمو ثيرابي بالراديشن واوقف الاميون سيستم كله. تمام، وبالتالي العيان ده خلاص لا عنده بون مارو ولا عنده اميون سيستم شغال ولا اي حاجه. عارف اللي هو زي ايه؟ بنشتغل على نظافه. بعد ما عملت كده اروح ابدا احقن العيان بانفيوجن انترفينس انفيوجن لدونر بوم مارو سيلز، اخد بقى البوم مارو سيلز من اللي هو المتبرع واحقنها بقى في الشخص ده بعد ما انا دمرت له البوم مارو ودمرت له الاميون سيستم، ازرع له بقى ايه، احقن له بقى خلايا نخاع بتاعه حد سليم، عشان ان انا ايه بشتغل على نظافه بقى. خلاص، سايكلوسبورين مع ميستروكسيت ار يوز تو ريديوس ذا افكت اوف ذا نيو بون مارو اتاكينج ذا بودي بيشنتس بودي. بعد كده بكمل بالكومبانيشن كيموثيرابي ده علشان ما يحصلش جرافت ريجكشن يعني اوتو ايمون رياكشن لل بون مارو اللي هو ترانسبلانتد للعيان. شكرا، واتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتم من المحاضره، والى لقاء اخر ان شاء الله في محاضره الكرونيك لوكيمياز باذن الله، هتبقى اسهل واسهل كمان من الاكيوت، لان معظم الافكار برضو ناقشناها في محاضره الاكيوت النهارده. بالتوفيق، واتمنى لكم كل الخير والنجاح ان شاء الله. انتوا الامل فيكم باذن الله في جيل جديد. اسمع عنكم كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.